أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة ريزان كلو الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في قسد بقصف تركي على مواقعهم في مدينة القامشلة. الحكومة السورية المؤقتة تقول إن مجزرة عزاز الوحشية تقدم دليلا إضافيا على ضرورة استئصال تنظيم بي دي وبيك كي الإرهابي كضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بحد قولها. المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافريتييف يقول إن تركيا سترفع القيود المفروضة على تحليق الطائرات الروسية إلى سوريا قريبا ولا توجد شروط. قيمة الليرة السورية تصل أدنى مستوى لها على الإطلاق عقب تخطي دولار الواحد سعر صرف 5540 ليرة بحسب موقع الليرة اليوم. السلطات التركية تضبط 7 من عناصر تنظيم الدولة بينهم قياديان في عملية بمدينة جرابلس شرقية حلب. هيومن رايتس واتش تقول إن نظام الأسد وروسيا استخدموا في هجوم 6/2/2022 ذخائر نقودية محظورة في قصف 4 مخيمات للنازحين.